أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة نجوم إكسترا لأخبار الفن والفنانين. مرحبا بك من جديد في قناتنا، قناة نجوم إكسترا. سنتعرف في هذا الفيديو على شخصيتين مشهورتين كثيرا وخصوصا في السوشيال ميديا، المغنية رجاء بلمير وشقيقها عمر بلمير. أولا الفنانة رجاء بلمير، معلومات وحقائق لا تعرفونها عنها. تاريخ ميلادها 12 سبتمبر عام 1992 ميلادي. عمرها 26 عاما. مكان الإقامة الدار البيضاء في المغرب. جنسيتها مغربية. الفنانة رجاء بلمير مغنية مغربية تدرس الماجستير في إدارة الأعمال، قدمت العديد من الأغاني بمشاركة شقيقها الأصغر عمر وحققت شهرة خليجية وعربية واسعة. وكانت بدايتها بالصدفة عندما قامت بمشاركة شقيقها بغناء أغنية انت بغية واحد للمغني سعد المجرد ونشرت مقطع لها باليوتيوب. حتى حقق هذا المقطع نسبة مشاهدة عالية ساهمت بشهرتها، وقدمت مع شقيقها العديد من الفيديوهات كليب أشهرها مال الزين سنة 2016. كشفت الفنانة المغربية رجاء بلمير طبيعة علاقتها مع شقيقها الفنان عمر وأبرز طريقة تعاملها معه بخصوص أمورها الشخصية. حيث قالت معلقة على الموضوع أنها تشارك في 85% من خصوصياتها مع شقيقها عمر فيما تحتفظ بالبقية لنفسها، موضحة أنها تكون غامضة أحيانا حتى مع صديقاتها. وقالت الفنانة أنها كانت من محبين الأغاني الغربية ولا زالت من عشاقها، ولكن أصبح لديها ميول وفضول أكثر نحو الأغاني العربية عن الغربية. كما صرحت الفنانة رجاء بلمير أنها مصابة بمرض مزمن في الحنجرة يتطلب ذلك علاجا مطولا حتى تتعافى منه تماما، وهو التهاب في الحلق ممكن أن تفقد أحبالها الصوتية. وأكدت أن الطبيب طمأنها أنه بإمكانها ممارسة أنشطتها بشكل عادي بشرط أن تريح صوتها باستمرار، وأن المرض سيختفي بعد 6 أشهر من العلاج. ومن أشهر مقولات الفنانة رجاء أنه لا يجب على الإنسان أن يعتبر نفسه ناجحاً، لأنه إذا فكر بأنه ناجحاً فسيتوقف عن إعطاء المزيد من قدرات لموهبته.
حرب المير، معلومات وحقائق لا تعرفونها عنه. تاريخ ميلاده 19 يوليو عام 1994 ميلادي. وعمره 25 عاما. جنسيته مغربي. الفنان عمر بلمير من مواليد 19 يوليو عام 1994 ميلادي، مغني مغربي يدرس الاقتصاد، قدم العديد من الأغاني بمشاركة شقيقته الكبرى رجاء. وقع الثنائي عمر ورجاء بلمير بالكثير من الإشاعات، مما جعل عمر بلمير ينشر صورة له برفقة رجاء ويوضح طبيعة العلاقة بينهما. في الفترة الأخيرة نشر الفنان عمر بلمير عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة جديدة له تجمعه بشقيقته رجاء. وفي التعليق المرفق بالصورة كتب عمر: عندما تكون إنسانا عفويا قد تقع في مشكلات لم تكن تتوقعها. وأضاف قائلا: لأن النقاء الذي بداخلك لم يتوافق مع التلوث الذي تعج به عقول بعض البشر. وأضاف عمر: معلومة، أنا ورجاء إخوان وهي أكبر مني بسنتين. فيما انهالت عليه تعليقات المحبين متمنين لهم السعادة، وهناك من تفاجأ من طبيعة العلاقة التي تجمع رجاء بعمر. وأيضا حول الإشاعات التي لاحقت الفنانة رجاء بلمير زواجها من صديقها المقرب، ولكن الحقيقة أنها غير متزوجة بعد، وصرحت بأنها لن تقبل برجل أصغر منها. موضحة موقفها من الموضوع، حيث قالت: أنا ما أقبل بإنسان أصغر مني سنا، لأنه ممكن يسبني طول حياته بكلمة يا عجوز. أما عن شهرة الثنائي رجاء وعمر، زادت بعد نجاح كليب مال الزين وحصده على أكثر من 30 مليون مشاهدة على اليوتيوب.